مشاهدينا وللمزيد معنا عبر سكايب من بغداد العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي. دكتور فاضل مرحبا بك معنا. نحو 29 ألف ملف للمفقودين ما زال مفتوحا، هل هذا الرقم دقيق وأي فترة زمنية يغطيها في العراق؟ نعم، مساء الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين أهلاً الكرام. أعتقد قاعدة بيانات الخاصة بالمفقودين والمخطوفين والمختفين قسرا ليست قاعدة حقيقية بسبب تعدد إدارة هذا الملف وعدم وجود سجل وطني ثابت قادر على الإحصاء الحقيقي لهذه الملفات، وبالتالي موضوع الفقدان وما يتعلق بالفترات الزمنية نتحدث من عام 1968 لغاية هذه اللحظة، وبالتالي تراكمات لملفات متعددة أساسية في هذا الجانب، وبالتالي ما ذكر في التقرير يتعلق بفترة وجود عصابات داعش الإرهابية. هذه الملفات التي قد تعمل عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقوم بمتابعة التحقيقات والوصول إلى علم مصير هؤلاء المفقودين. إذا أردنا أن نتحدث بشكل شامل، العراق قد يكون لديه التزام دولي يتعلق بانضمامه لاتفاقيات دولية من ضمنها اتفاقية منع الاختفاء القسري، أو ما يتعلق بالإجراءات التي قد تكون الحكومة العراقية قامت بها بالفترة الأخيرة استنادا لهذه الالتزامات من خلال إرسال مشروع قانون الاختفاء القسري إلى البرلمان والذهاب إلى تشريعه ومواءمة هذه التشريعات. بذات الوقت أيضا كان هناك جهد خاص للجنة القانون الدولي الإنساني بموضوع تشريع أو مسودة مشروع قانون المفقودين، وهناك آليات أربعة يجب أن تكون حاضرة حتى من ممكن التعامل مع ملف المفقودين الذي يجب أن يكون ملفا إنسانيا بحتا بعيدا عن كل الجوانب السياسية التي قد تداخلت فيه كل المحطات. دكتور، يعني 29 ألف ملف للمفقودين، بعض المراقبين ربما يراه رقما يعني بسيطا وقليلا، خصوصا قياسا مع المدة الزمنية التي نتحدث عنها. هل استعان العراق بخبرات أجنبية تستطيع أن تساعده بالكشف عن هؤلاء المفقودين، بالبحث في الرفات، بمثلا فحص الحمض النووي وما شابه من كل هذه الإجراءات؟ نعم، العراق لديه تعاون كبير جدا مع الجانب الدولي، خصوصا وكالات الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أيضا المنظمات الدولية مثل منظمة ICMB، المنظمة الدولية للمفقودين. هناك تعاون تام بين مؤسسة الشهداء، مديرية المقابر الجماعية، وكذلك مديرية الطب العدلي. فتحت العديد من المقابر الجماعية وأخذ العديد من سمبل الحامض النووي، وكذلك موضوع الضحايا وإجراء المطابقة في هذا الجانب. فتحت أيضا مقابر متعددة في محافظات الموصل والأنبار وكذلك في صلاح الدين، وما زال الجهد مستمر في هذا الجانب. لكن بصراحة تامة سيدي الكريم، هذا الرقم الذي تفضلت به، كانت هناك تقارير سابقة للصليب الأحمر وباقي المنظمات الدولية تتحدث عن وجود أكثر من مليون مفقود منذ عام 1968 لغاية هذه اللحظة. وصل العلم إلى 250 ألف شخص، ولم يصل لحد الآن أكثر من 750 ألف شخص، وهذه التقارير قد يكون من الصعب التحقق منها إلا من خلال الإجراءات القانونية التي يجب أن يتولاها القضاء، وكذلك الجهد الذي يبذل من قبل المؤسسات المعنية في هذا الأمر، سواء المؤسسات التي تقوم بهذا الجهد الإنساني مثل مديرية المقابر الجماعية، الطب العدلي، البعثة الدولية للصليب الأحمر، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أيضا المنظمة الدولية للمفقودين. هذه بصراع تامة تحتاج جهود تحقيقية وإجراءات استثنائية، وخصوصا نتحدث عن ملفات أخذت فترة طويلة من الزمن تحتاج جهد، وكذلك تنظيم استمارات وإجراءات خاصة في موضوع الشهود وإجراء التحقق الكامل للوصول إلى حقيقة ما حدث. العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق دكتور فاضل الغراوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.